دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس إلى عقد قمة أوروبية عاجلة لبحث سبل النهوض بنسب النمو الاقتصادي في دول الاتحاد. وقال هولاند في ندوة صحفية أشرف عليها لدى استقباله سفراء فرنسا المعتمدين في الخارج إنه على أوروبا أن تسعى إلى التغيير وأن تعيد النظر في العديد من السياسات. وأضاف هولاند على أوروبا أن تستعيد التضامن الشعبي معها وأن تحارب البطالة وتجد حلا لمشكلة النمو الاقتصادي. وفي سياق متصل نفى مكتب رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس عزم الحكومة الرفع في عدد ساعات العمل الأسبوعية إثر تصريحات سابقة أدلى بها وزير الاقتصاد الجديد مانويل ماكرون ولمح فيها إلى إمكانية التخلي عن نظام ساعات العمل الحالي والذي لا يتجاوز 35 ساعة في الأسبوع.